يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أين يحرم من أراد العمرة أو الحج من أهل مكة؟ من أراد الحج يحرم من منزله في مكة، من أهل مكة وغيره. أما من أراد العمرة وهو في مكة فلا بد أن يخرج إلى الحل، إلى خارج حدود الحرم، من التنعيم، من الجعرانة، من الحديبية، الشميسي، المهم من عرفة، يخرج خارج حدود الحرم ويحرم بالعمرة. نعم، ولا يحرم بها من داخل الحرم. نعم.